كنت طلعت البريمو في كشوف المجروحين، وبحسبة بسيطة خالص لو ساعة الحزن يوم، أنا كنت في يومي بحزن تقريبا كل يوم من غير شكوى وأنين، وأنا اللي أكبر مني عنده 100 سنة، من اللي شفته في الحياة والدنيا دنيا، بيض شعري وعمري ما عرفت الهنا، كأن حزني شيء يا ناس مفروض عليا. أنا اللي أكبر مني عنده 100 سنة، اللي شفته في الحياة والدنيا دي، أبيض شعري وعمري ما عرفت الهنا، كأن حزني شيء يا ناس مفروض علي. أتعب وداري واشيل في قلبي جراح كتير، واصبر على الأيام واقول شايلالي خير. أتعب وداري واشيل في قلبي جراح كتير، واصبر على الأيام واقول شايلالي خير. ويجي بكرة كل قسوة يهد فيا، جايب جراح كوياني بتعلم عليا، مش راضية تخلص زي ما تكون مالية بيا. مش راضية تخلص زي ما تكون.